أحد الأخوة يقول كيفية تنزيل أشكال لغرض التصميم إذا كان ذلك ممكن في برنامج وورد. طبعا أشكال مباشرة نعم موجودة في برنامج وورد، نقدر ننزلها من خلال متجر مايكروسوفت، ولكن أغلب هذه التصاميم باللغة الإنجليزية ويكون تصميمها ذو طابع غربي، يعني لا يتلائم مع التصميم الشرقي. ولكن أنا إن شاء الله أوعدكم بأن راح أنزل لكم رابط ببعض التصاميم الجميلة اللي تتلائم ويا تصاميمنا العربية أو تصاميم الشرقية، وتقدرون تحملوها وتستفادون من عندها في أعمالكم إن شاء الله.